فرجاني ساسي ما بين التجديد لنادي الزمالك والانضمام لنادي الريان القطري. يلا بينا نشوف القصة ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين. كشف التقارير الصحفية أن فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك توصل لاتفاق مع نادي الريان القطري، وهيكون موجود ضمن صفوفه ابتداء من الموسم المقبل، بس حتى الآن لم يعلن اللاعب أو نادي الريان القطري عن الصفقة. خلينا متفقين أن عقد فرجاني ساسي هينتهي الموسم ده، ويحق له الانضمام لأي نادي دون شروط. موقع كورة كبير بيقول ان فرجاني ساسي بالفعل هيتم توقيعه لنادي الريان القطري، ولكن بعد انتهاء مبارياته مع المنتخب التونسي. اما بقى فرجاني ساسي نفسه بيقول، سيبكوا بقى من الكلام اللي بيتقال ده كله، لان في معلومات كتير غلط بتتقال في الفتره الاخيره. انا مش هوضح اي حاجه الا بعد انتهاء المباريات بتاعه المنتخب التونسي الوديه المقامه حاليا. وقال كلمه مهمه جدا جدا، قال ان كل الاحتمالات وارده بخصوص نادي الزمالك، يعني ممكن كده وممكن كده. نيجي بقى للخبر الاهم والكبيره قوي. اللجنه المكلفه لاداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب بيقول ان تم منح اللاعب جزء من مستحقاته المتاخره، وذلك لابداء حسن نيه في جديه التعاقد معه في الموسم المقبل، كما وعدت اللاعب بمنحه جميع مستحقاته اذ مضى العقد. هتمضي هتاخد، مش هتمضي قابلني. يا ترى عزيز المشاهد، انت لو مكان فرجاني ساسي هتمضي ولا هتخلع؟ ابعت لي رايك في الكومنتات. دي كل الاخبار اللي عندنا حتى الان. ما تصدقش اي حد يقول لك فرجاني هيمضي هنا، فرجاني هيمضي هنا. حتى الان لم يعلن اي حاجه عن بقاء فرجاني ساسي او تجديد فرجاني ساسي لنادي الزمالك او وصوله لاي نادي او تجديده لاي نادي اخر. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ارجو انه يكون كان مفيد ليك، وتابعونا لمزيد من الفيديوهات. كان معكم شريف ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.